السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليق المثير من عواد بعد إحالته للتحقيق، وفيفا يمنع انتقال الشناوي للوحدة السعودي وقرار ضد 16 فريق. نبتدي بمحمد عواد. رد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قرار عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء بإيقافه وإحالته للتحقيق على خلفية مشادته مع زميله في الفريق حسام عبد المجيد خلال مباراة المصري البورسعيدي. وقد قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم وإحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه في مباراة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز. كما أكد عبد الواحد السيد أن حارس المرمى سيخضع للتحقيق يوم السبت المقبل في تمام الساعة 3 عصرا بمقر النادي أمام الشؤون القانونية بنادي الزمالك. وعقب إعلان نادي الزمالك قرار عبد الواحد السيد، نشر محمد عواد عبر خاصية ستوري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لإبراز تصدياته خلال مشاركته مع فريق الزمالك، مصحوبا بتعليق للمعلق الرياضي خليل البلوشي يقول: إن كنتم تناسيتم ذلك أنا لم أنسى الذي ذهب بدون وداع طبعا. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو والمقرر لها يوم الجمعة باستاد المقاولون العرب المؤجلة من الجولة 12 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ده بالنسبة لعبد الواحد السيد وعواد. وبالنسبة لعواد خلاص ما بقاش ينفع نادي الزمالك. يا أخوانا محمد عواد ده غلطاته كبيرة جداً، ما يستحقش الراتب اللي هو بياخده أو العقد اللي هو بياخده. العقد اللي هو بياخده ممكن يجيبه بيه 2 حراس مرمى، لكن محمد عواد ما يستحقش العقد بتاعه، لأنه بقى في الفترة الأخيرة لا يهتم أبدا بنادي الزمالك ولا بحراسة المرمى. شفنا عنده أخطاء فادحة، هو السبب الأول والأخير في الأهداف اللي بتدخل في الشباك رغم الحكم، لكن هو كمان زي ما يكون متضامن مع الحكم على نادي الزمالك. ده بالنسبة لمحمد عواد. بالنسبة للشناوي، محمد الشناوي، فيفا يمنع انتقال محمد الشناوي للوحدة السعودي وقرر ضد 16 فريق. أكدت تقارير صحفية سعودية عن تعرض 16 فريق من الأندية المحلية في السعودية لعقوبة إيقاف قيد لاعبين جدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إذ تم منع هذه الفرق من تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خسارة قضاياها مع اللاعبين والمدربين. وبحسب بعض الصحف السعودية فقد تم منع 16 نادي سعودي من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية بسبب خسارتها لقضايا في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الفترة الماضية، من بينهم فريق الوحدة الذي دخل في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لضمه في الميركاتو الصيفي، غير أن قرار الاتحاد الدولي يوقف هذه المفاوضات في الوقت الحالي. وأضافت الصحيفة أن الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل حتى الخميس هي الرائد والوحدة والحزم والطائي وعفيف والعين والأنصار والفيصلي والجبلين والقيسومة والسد والشعلة والترجي وهجر ونجران واحد. وتابعت الصحيفة في تقريرها أنه يتحتم على إدارات الأندية التواصل لاتفاق مع اللاعبين والمدربين الذين كسبوا قضاياهم تجاه الأندية السعودية بأسرع وقت لرفع منع الإيقاف، مبينا أن أندية الرائد والوحدة إضافة للعين المنتمي إلى دوري أندية يلو تواجد بصعوبة في رفع العقوبة كون قرارهم مشابه للقرار الذي أصدره فيفا بحق النادي الأهلي العام الماضي بالمنع من التسجيل في فترتين بسبب الجامايكي لويس جيران لاعب فريقه السابق. يذكر أن عدة تقارير أكدت على وجود مفاوضات قوية من جانب إدارة الوحدة السعودي للحصول على خدمات محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر،
وده من الحاجات اللي تبين لك ان النادي الاهلي خلاص في طريقه للاستغناء عن محمد الشناوي، وده بعد ما جه مصطفى شوبير، لان النادي الاهلي مش ممكن يستغنى عن مصطفى شوبير، اولا لانه لاعب صغير، ثانيا لانه مصطفى شوبير مش هيقبل ان هو يلعب دكة بعد ما كان اساسي في كل المباريات، بالاضافة الى خدمات شوبير تجاه النادي الاهلي لانه عينه على كرسي النادي الاهلي. ده بالنسبة لمحمد الشناوي. فمحمد الشناوي طبعا كبر، محمد الشناوي مبقاش في مستوى، ابتدى من بعد الإصابة مستوى يتدهور، إذا ما كانش من قبلها كمان المستوى بتاعه ما كانش في أفضل حالاته، بالإضافة أن المنتخب ما فيهوش حراس مرمى جيدين. فبالنسبة لمحمد الشناوي خلاص كده الأهلي استغنى عنك يا بطل. نروح لعواد اللي هو طالب زيادة في عقده. الزمالك برضو ناوي يستغنى عن محمد عواد لان هو مش في الفورمة، اولا اخطاء كتيرة حدثت بسبب محمد عواد واتهزمنا فيها ودخل فينا اكثر من هدف بسبب تمركزه الخاطئ، بالاضافة الى العقد الخيالي اللي هو بياخده اللي ممكن يجي مكانه اكتر من واحد. وفي الاونه الاخيره تردد ان في حارس مرمى اجنبي من اصول مصريه، لغايه دلوقتي لسه ما فيش تفاصيل محدده للحارس المرمى، لكن الزمالك في حاجه لحارس مرمى قوي علشان يبقى حارس لشباك النادي الزمالك. ده بالنسبه لعواد وبالنسبه محمد الشناوي. طبعا نتمنى للحارسين التوفيق في اي مكان يروحوا، هما قدموا افضل مبارياتهم مع نادي الزمالك ومع نادي الاهلي، محدش ينسى الشناوي واللي عمله للمنتخب وللنادي الاهلي، وعواد برضو كان في حالة جيدة في الاول، بس كل يوم بحال، يعني ما فيش واحد بيفضل على حاله، والنادي محتاج بطولات، واهم حاجة في الملعب حراسة الملعب، حراسة الهدف، فمش عايزين واحد يقف وخلاص كده والجون يدخل من قدامه من وراه من جنبه، وفي نفس الوقت الحارس ما عندوش حلول. يعني بنلاقي محمد عواد في الفترة الأخيرة دي ما عندوش حلول لأي حاجة، وكان كأنه ما كانش حارس قبل كده، يعني بيلعب برخامة وبرعونة غير معتادة. فلا احنا منضحي بيه، مع السلامة يا عواد، كده لغاية كده كفاية وشكرا، واحنا عايزين بقى نجدد في صفوف النادي الزمالك علشان يفوق شوية، كفاية اللي بيحصل. فنتمنى كل الخير للنادي الزمالك، ونتمنى ان هو يتوفق في حارس قوي وحارس ممتاز بإذن الله. هي كبيرة لنادي الزمالك العظيم، دايما بنقول نادي البطولات، نادي الوطنية والكرامة، نادي القرن الحقيقي، وتحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك العظيم.